بناء على اللي قلت لك، عندك تسريب شحن في دايره رول الشحن. اول واجب عليك انك انت تنظف الدايره دي. طب انت هي فين الدايره؟ انت عارفها؟ سيبك من الجزء بتاع الاسلاك، احنا دلوقتي واقفين واقفه فين؟ انا بعلمك خدعه اسمها مسار الشحن. هي مش خدعه، موضوع بسيط جدا. بس خفنتك متعمد على فكره دلوقتي. ليه؟ لانك انت وقفت عاجز وشفت عاجزك وانت واقف غلط. عيب على حاجه عويطه هبله دي توقفك عند زبون. لما اقول لك عندك تسريب شحن في المكنه دي، تسريب الشحن عباره عن ايه غير مسار الشحن من اول الكارته لغايه المكون اللي بياخد شحن؟ شحن الدرام اوله الكارته اخره الدرام، مش اخره رول الشحن. لا، رول الشحن بياخد الشحن ده يترجمه للدرام. ده وسيله نقل، وسيله نقل للكهرباء. هيعرفوا ينقلوا الكهرباء ازاي على سطح الدرام بالكامل غير لما يكون في مكون لازق على سطح الدرام في الكامل، والمكون ده كله بيتعرض للكهرباء. بناء على اللي قلت لك، عندك تسريب شحن في دايره رول الشحن. اول واجب عليك انك انت تنظف الدايره دي. طب انت هي فين الدايره؟ انت عارفها؟ سيبك من الجزء بتاع الاسلاك، ما بيحتاجش نظافه. بس لو جه مهندس وفك لك مسمار مثلا، هنا مسمار اهو مفكوك ونسي يركبه زي مسامير كتير، وهو بالنسبه له مسمار مش مسار شحن. لو جاء ده حصل، جيت انت بعد منه جيت تشتغل لقيت تسريب شحن عطل كودي 302 مثلا، تسريب شحن في مجموعات الدرام، يعني الشحن مش واصل لمجموعات الدرام. فانت هتعمل ايه؟ تراجع مسار الشحن اللي هو فين؟ ما انت مش عارف توصل. واصله ليه؟ لانك انت قافل دماغك، خدت بالك من دماغك المقفوله وانت قاعد؟ انا بحنكش، بحنكش ما بهبتش وايدي شغاله من غير عيني. لا، انا عيني شغاله وايدي بتجس، عيني بتبص على الحاجه دي ليها فكه وتركيبه. السوسته دي مش حاطينها طايره في الهواء، السوسته دي عشان بتوصل كهرباء. والله لو الكهرباء دي بتتنقل من غير مكونات معدن كانوا طلعوها من الكارته لرول الشحن كده بقى. لو السوسته دي، انت السوسته دي مش شايف لها حاجه بتديها من الاخر، تمام؟ لا، ده شيء مش منطقي بقى. لف بقى المكنه، هعلمك هنا درس صغير جدا. عارف ايه هو؟ متوصله على فكره، هو متوصله ايه؟ زاويه الميل يا ريس، زاويه الميل بتاعت الرؤيه. دايما المكون لما تيجي تبص له وبتدور على مسار حاجه او بتدور على حاجه راكبه في مكانها صح او غلط، ما تبصلهاش من زاويه واحده. مثال على كده، رول العلوي، رول العلوي مثلا في مكنه 22 ممكن تركبه غلط وتدغدغ الدنيا لان انت مش مقعده على عدسه صح. ومقعده على عدسه صح دي لازم ترفع السخان لفوق وتبص من تحت، زاويه الرؤيه، تمام؟ فانت زاويه توجيه رؤيتك هنا انت ما حاولتش وراها، دي حاجه انت ما عملتهاش. فانا هنا لما هاجي الف 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 المكنه هنبص على السوسته كده. ايه؟ السوسته طالع منها وصله اهي. الله ينور يا معلم. شايف؟ 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 سلك اهو. السوسته شايف المجرى ده اللي معدي من فوق؟ المجرى ده ماشي فيه السلك ده، السلكه بتاع البنسه ده. سلكه البنسه ده لما نيجي نقلب من الناحيه الثانيه اهو طالع اهو السلك ده. انت طرران اديني ايدك كده بس. ايوه اهو السلك اهو طالع من هنا. كهرباء شيل ايدك بس عشان ايه؟ ايوه بس اهو البنسه متوصله هنا على ده عشان تطلع من الكابل ده. يبقى ده مسار مين يا معلم؟ الشحن بتاع الدروم. اي مكنه تصوير هتلاقي الدروم ليه مسار شحن، الديفولبر ليه مسار شحن، الحصيره لها مسارين شحن. يبقى كده احنا بنبص للحاجه، هو الدروم هياخد منين؟ لو انا فكيت مجموعه الدروم وبصيت على رول الشحن وشفت الوصله المعدن اللي راكبه فيه واقعد ابص، هكتشفها من اولها لاخرها، مفيش حاجه تعطلني. بس ما اقفش كده، اقف كده دي لا، وما اعملش كده لا، عاوز بعيني رؤيه واضحه بالظبط. بامان لو احرك المكنه كلها، لو المكونات بامان وبالراحه، واخلي عقلي صاحي في الاستكشاف. زاويه انا جبتها كده من ناحيه، هل انا شايف كل حاجه؟ انا بقول بس العلم يقول لا. لفها كده، لفها كده، انزل بعينك تحت اطلع بعينك فوق. وطالما في حاجه واقعيه دايما دور عليها، ما تقعدش بقى تقول ده هي السوسته واخده من البلاستيك، مفيش الكلام ده. ده كده يا معلم عنوان اسمه مسار الشحن. مسار الشحن ده بيبدا من الكارته ينتهي عند المكون. كم مكون؟ اربعه. اول واحد الدروم، من الكارته للكابل للبايوس، الوصلات المعدن دي بيسموها بايوس، للبايوس بتاع المكنه اللي بيبقى هنا ده اسمه بايوس المكنه. الوصله المعدن اللي بتبقى في مجموعه زي دي كده، الوصله المعدن اللي بتبقى في المجموعه من ورا اللي بتستلم من السوسته اللي من السوسته اللي هي البايوس بتاع المكنه. يعني السوسته دي البايوس بتاع المكنه، والسوسته دي قصدي البايوس بتاع المكنه. الوصله المعدن اللي في المجموعه دي اسمها ايه؟ البايوس بتاع المجموعه، تمام؟ بس هي ايه؟ مفاصل لتسليم واستلام الشحن. يبقى مسار الشحن بتاع مجموعه الدروم، الكارت، الكابل، البايوس بتاع المكنه، البايوس بتاع المجموعه، الرول الشحن، الدروم، تمام؟ يبقى اما بدور هنا مسار الشحن غالبا يعمل لك تسريب شحن. حاجه من الحاجات اللي هقول لك عليها دي، واحد ان يكون في اتساخ على مسارات الوصلات بتاعه البايس والكلام ده كله، كربون وكهرباء معديه، فلازم الكهرباء اللي معديه دي تقل.